كانت 9 هو تشكيل مجموعة العمل التي ستعقد بعد شهر في تركيا في أنقرة حول مصير المعتقلين، وهذا ملف معقد بصراحة. يعني لاحظ أن أستانا النظام، دعني أقول لك النظام رحب بأستانا 9، رحب بوحدة سوريا، وهذه مسألة متفق عليها كل سوري، رحب بمحاربة الإرهاب، وهذه نبض كل سوري. سوريا مجتمع مدني عبر التاريخ حضاري. ولكن عندما ندخل بتفاصيل الحدث، يعني مصير المعتقلين الآن السوريين لا أحد يعرف عنهم شيء. هذا ملف أحد إجراءات بناء الثقة على النظام، وهو بيد النظام السوري.